السلام عليكم. في أغنى محافظة بالعالم في البصرة، بصرة النفط والموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات، هذا الطفل شوفونه يمكن عمره 5 سنوات، وين؟ بمكب النفايات اللي خلف القبلة، يلم قوطية بيبسي. يعني والله العظيم جريمة بالقرآن، هذا بدل لا يكون بالمدرسة بيئة نظيفة، وين؟ يم الدخان، يم السموم، يم الموت. هذا الطفل بعد شنو من المستقبل عنده؟ شو يحب من الحياة؟ ليش هيجي؟ ليش هيجي يا حكومة البصرة؟ يا نواب البصرة، يا سياسيين البصرة، هذا الطفل اللي يمثل أغنى محافظة، شوفوا يعني ذبان ودخان وحلق قوطية، يلم له هاي القونية الصغيرة يلم قواطي، لو يبي يحلب 500 بلف لو ما يلم. وراح مستقبله بسبب من؟ بسبب فساد. حنا لله وانا اليه راجعون. هاي البصره ام الخير، هاي منجزات الحكومه، شوف الدخان وراه. ليش هيجي؟ ليش؟ ليش هذا الطفل راح مستقبله؟ راح ضاع مستقبل اطفالنا، هذا لا يكون بدل لا يكون بالمدرسه. هيك وضعه، انا لله وانا اليه راجعون. ان شاء الله يوم القيامه هذا الطفل يشكي امره لكم، يشكي امره يم الله سبحانه وتعالى، هو خير الحاكمين.